من فضلك اضغط لايك واشترك في القناة. الآن بنشوف من التطورات في وزارة الداخلية السعودية جهاز باور كويت. أيوة اليمين. السباب اليسار. أوكي. الآن السيستم. إيه. لايف. الآن الحين مرتبط وزارة الداخلية يعطيك البيانات كلها كاملة. نعم. راح يبحث الآن البصمات هذه ضد 70 مليون شخص مسجل في قاعدة. من بين 70 مليون شخص. نعم. كل شخص عنده 10 بصمات يبحث 700 مليون بصمة. طبعا هذا اكيد طلعني هنا الحين بياناتي وكل شيء كامل. مطلوب طبعا يطلب بهالطريقه كذا مطلوب الجهات الامنيه الجهه اللي طالبته الاجراء اللي ناخذ اتجاه هذا مثل ما شفتوا الجهاز هذا يكشف عن هويه الشخص. هذا طبعا بيفيدكم واجد يا النسوان ان ايش في نقاط التفتيش.